لأنه صحيح التمرين التالي. إذن كما العادة أطلب منكم أنكم توقفوا الفيديو وتنجز التمرين في ورقة ديالك. لننشئ أولا الشكل. إذن الشكل التالي ABC مثلث M و N نقطتان، بحيث بأن و بأم تساوي على التوالي 6 و 4. إذا لنبين أن MN أي هذا المستقيم يوازي AC اللي هو هذا، لما بانوش نبين هذا سمحلي عاود ثاني نبين هذا المستقيم يوازي هذا. إذن هنا خصني نبحث على النسبتين. إذن هذه مبرهنة الطاليس العكسية. إذن سأحسب بأم على بأ من جهة، ومن جهة أخرى أحسب نسبة بأن على بس. إذن لنبدأ الحساب. بأم على بأ تساوي، نبحث على بأم هي 4 على بأ 6، بعد الاختزال غتعطينا 2 على 3. من جهة أخرى بأن على بسي تساوي 6 على 9، نختزل هنا ب3 ستصبح 2 على 3. إذن بما أن النسبتان متساويتان، بما أن بأن على بسي تساوي بأم على بأ، وما تنساوش والنقاط بي و أم و أ بي أم أ في نفس، مهمة هذه ترتيب النقاط، في نفس ترتيب ب و س و ان س و ان، فحسب مبرهنة طاليس العكسية فإن ام ان يوازي اس. نمر إلى السؤال الموالي، وهو أن دلتا مستقيم مار من أم ويوازي أبي ويوازي عفوا بسي هكذا، ويقطع أبي في أ. إذن هنا عندنا التوازي مضمون، مصرحين بهذا كيوازي هذا. المطلوب هو حساب أ أو وأم أو. إذن هنا بما أن هادو متوازيين وشروط الطاليس محققة، إذن لابد أنك تذكرها، فغتكتب المتساوية أم على أب تساوي أو على أسي تساوي أم أو على بسي تتعوض إلى آخره. إذن هذا ما فيه حتى شي صعوبة، وتصبحون على خير، ولا يومكم سعيد مع وقت ما شفتي هذا الفيديو.